أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رائد أعمال. معنا اليوم رائد الأعمال الشاب المميز الأستاذ علي النعيمي من Lights Out Escape Room. أهلا أستاذ علي. أهلا. بداية مرحب فيك من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ونتمنى تعرفنا المزيد عنك وعن بدايتك مع الفريق. طبعا جاتنا الفكرة عن هاي اللعبة أن كيف نونس الناس اللي حولنا، كيف نخليهم يستانسون في اللعبة. يعني هي اللعبة هي رعب، هورر اسكيب روم، فأنت كيف تكسب الكاستمر، كيف يستانسون في اللعبة. يعني الحين أنا ما بسوي شيء رعب أخلي الشخص يدش يطلع تعبان أو متضايق أو خايف من المكان اللي داخل. أنا كيف أكسب الشخص؟ هو يختار عنده 3 ليفلات، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. بإمكانه هو يختار ليفل 3 وفي ورقة يوقع عليها. انا ما رم اقول له لا توقع على الورقه، فيها شروط شو يستيبك داخل، انا ما اتحمل اي مسؤوليه. حلو، ليفل 1 ما يكون في اكتر داخل، ليفل 2 اكتر موجود بدون لمس، ليفل 3 اكتر موجود مع لمس فقط للشباب. وفي حين حاليا ياسين نشتغل على شو نهيب حرمه تسحب البنات اللي داخل، بس الشباب يعني صراحه هم استانسوا، بس كسحب مو بسحب، يعني تسحب الشخص ما لقوه، لا، في سيفتي في اللعبة ان كيف تسحب الشخص، كيف تخليه يخاف ويستانس في نفس الوقت. فهي اللعبة هي لغز how to escape the room. There is a quiz inside each room to escape from it with a character inside. Like he's gonna pull you, he's gonna take you from place to place. يعني اللعبة هي شغل مخك وحاول تطلع من الخمس غرف اللي داخل. ممكن تخبرنا من وين حصلت الفكرة وشو اللي شجعك أن تبدأ هالبزنس؟ اللي شجعني اني انا سرت الكويت، شفت لعبة اسمها مايند ستوب، لعبتها يعني نفس ترتيب اللعبة، بس اللعبة هناك بدون هورر، أنا ضفت لها هورر، يعني خليت اللعبة فيها يعني شوي تفاعل في اللعبة إن في حد داخل. يعني إذا أنا سويت مايند ستوب، يعني الحين بديش اللعبة بطلع للغاز بخلص اللعبة أروح برمس عن اللعبة كشيء بيسك، لا أنا أبغى أطلع من اللعبة أرمس عن اللعبة كيف خف في اللعبة، ما حد يرمس عن اللغز كيف حله، وبيرمس كيف يعني تعذب داخل، كيف قدرت اطلع من الغرفه هذه لين هالغرفه. استاذ علي، من خلال المنافسه الشديده في دوله الامارات كيف تميزت؟ تميزنا نحن يعني كهاي اللعبه في اشياء ما بقول عن الاسامي الباقي، استركتد لايرز، هني ما في شيء اسمه استركتد، اتس اول دورز از اوبن، يعني جو انجوي، اتس ا جيم يو باي تو بلاي نوت فور مي. انت جاي تستانس هني، جاي تدفع عشان انت تستانس مو انا استانس. اهم شيء عندي شو الزبون يدش هني ويستانس. ما بقول لك والله اذا لمست الكاركتر داخل يستجيبك شيء، لا، انت يعني هو بيلمسك، انت لا اراديا تلمسه، هذا شيء يعني من الشخص نفسه. فهني خذ راحتك ولعب. استاذ علي، بعد النجاح الرائع والسمعه اللي كسبتوها في سوق دول راس الخيمه، ما هي الخطه وما هي الرؤيه المستقبليه؟ ان شاء الله ننتقل من راس الخيمه الى دبي، ابو ظبي، شارجه، عمان، ام القيوين، في اشياء يعني في البال ما بطريها، بس ما حد سوى علينا. استاذ علي، انت كرائد اعمال شاب صاحب خبره كبيره، ما هي النصيحه اللي تحب تقدمها لرواد الاعمال الشباب الاخرين عندهم طموح يبداوا عمل خاص؟ يوم بتطمح لشيء لا يعني لا تحطي بلان without doing it. Every plan you should do you will fail then you will prove. يعني do the plan in your mind, don't let it as a paper, make it in real life, do it. خلاص you're doing it. يعني it's a teamwork, we have team here, we're working with them. خلاص if they said something we have to all see if it's correct, we are doing it. ما في شيء اسمه يعني I'm planning for something, خلاص I'm gonna leave it on the paper, book close, leave it and leave. No. And a paper should do it in real life. Build and do. أستاذ علي، بالنهاية ما هي الرسالة اللي تحب توجهها لدولة الإمارات على دعمها وعلى الأمن والأمان اللي موفرته للمستثمرين؟ والله أشكر شيوخنا على الدعم وعلى دعم الشباب، يعني هم اللي دعمونا في هالافتتاح المكان. بدونهم احنا ما راح نسوي شيء. يعني أنا أشكر كل من دعمني هني، واشكر كل يعني كل الشيوخ الموجودين هنا دعمونا. استاذ علي، بالنهايه ممكن تخبر جميع المشاهدين اللي تابعوك كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع Lights Out Escape Room؟ عندهم الانستغرام وعندهم التيك توك وعندهم الواتساب وعندهم الموقع الثاني،
اللي يقدروا يوصلون لهالمكان يشرفونا وحاضرين احنا تحتهم. شكرا جزيلا استاذ علي، نشكر جميع طاقم العمل في المكان، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. جزاك يا رب، جزاك الله خير. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي امان الله.